اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انا شريف عفيفي مقدم برامج الطهي. من الاف السنين والمصريين بيربطوا ما بين المناسبات الثقافيه والدينيه والاجتماعيه والاكل. تعالوا النهارده ناخدكم جوله في القاهره بمعالمها وعاداتها في رمضان، عشان رمضان في القاهره غير. رمضان ما يكملش من غير يميش وتمر، عشان كده هناخدكم دلوقتي جولة ونشوف بنعمل ايه باليميش والتمر في رمضان. يلا بينا. اليميش مكوناته متعددة، بداية من التين المجفف للتمر هندي وكمان قمر الدين. البلح أنواعه متعددة ومختلفة باختلاف نوعه وفصلته وكمان باختلاف درجة رطوبته، هو ناشف ولا طري، كل واحد فيهم ليه استخدام مختلف، ابتداء من البلح الطري للبلح كمان المحشي لوز ومحشي مكسرات، كمان في أنواع تانية من البلح بتكون ناشفة أكتر من كده، علشان دي بنبلها وبنعمل بيها الخشاف وبنعمل بيها مشاريب رمضانية حلوة جدا. المشروبات الرمضانية على سفرة رمضان ضرورية جدا، زي الدوم والكركديه والخروب. دلوقتي دخلنا المطبخ عشان نشوف أطباق مصر الرمضانية التقليدية. هنشوف طبقين مهمين جدا، هنشوف الرز المعمر بالطريقة الفلاحي، وكمان هنشوف البط بالمرتب. تعالوا أوريكم ده بيتعمل إزاي بالظبط، يلا بينا. المكونات اللي محتاجينها عشان نعمل بط بالمرتب هي مكونات بسيطة جدا. في الحقيقة أنا محتاج بصل أبيض ومحتاج توابل مش كتير، ملح وفلفل أسود وكزبرة وكمون. دلوقتي هنبتدي بالخطوة الأولى وأهم خطوة، وهي فرم البصل. دي الخطوة الأهم في البط بالمرتب، لازم بعد ما بفرم البصل كده وأتأكد إن هو اتفرم كويس أحط عليه التوابل. الخطوة دي هي الخطوة الأهم وهي فرم البصل. دلوقتي هنجيب البصل اللي احنا فرقناه، ندلك البطايه من جوه بالخليط العطري الجميل ده. بعد ما حشيناها وقفلناها دلوقتي البطه دي جاهزه تتسلق، يلا بينا. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الرز المعمر الاصلي، يلا بينا. هحط الرز وهحط ملح وفلفل اسود خفيف، مش محتاج احط تاني حاجه غير معلقه من السمنه والقشطه واللبن كده. الرز المعمر ده جاهز يدخل الفرن. الله اكبر الله اكبر. كان يوم طويل شفنا فيه رمضان بطعم القاهره، دلوقتي جه اهم وقت وهو وقت الفطار. في مصر افطرنا غير مع MBC.